لو انت بتفكر تخش مجال التصوير الفوتوغرافي يبقى الفيديو ده اكيد ليك. لو بتفكر تخش مجال التصوير الفوتوغرافي يبقى الفيديو ده عشانك. ازيكم؟ كتير مننا بيبقى حابب يخش في مجال معين، مجال فني عموما، ويبقى مش عارف يبدا منين، يبدا ازاي، يشتري ايه، ما يشتريش ايه، ايه الدراسه اللي لازم يدرسها. بطيخ. ازيكم؟ عشان كده عملت لكم الفيديو ده. عشان اول حاجه لازم تسال نفسك سؤال، ولا انت حق ولا ايوه ده انا. ده كان اول فيديو ليا تجربه ان انا اخش عالم اليوتيوب. طبعا واضح قوي الاختلاف ما بين الفكره والاضاءه والكومبوزيشن وحتى الصوت بين زمان ودلوقتي. كان اول مره الصراحه، وكان احساس غريب جدا ان انا اقف قدام الكاميرا واكلمها. طول عمري في حياتي انا اللي بصور، انا اللي بقف ورا الكاميرا، لكن المره دي انا اللي واقف قدام الكاميرا. ده حتى انا ما كنتش عارف ازاي اظبط اعدادات الفيديو، يعني ايه فريم، ويعني ايه 4K، ويعني ايه فول اتش دي. كنت ماشيها كده بالبركه. عارف اصلا لما انت تبقى داخل الموضوع وانت عارف ان انت فاشل او انت مش هتكمل فيه، بس انت بترضي ضميرك. هو ده كنت انا اول ما بدات اعمل فيديوهات اليوتيوب. ده الفكره كانت موجوده، لكن ما كانش عندي الباشون القوي اللي كان يدفعني ان انا اكمل، او حتى عندي امل ان انا انجح فيه. اهو الحمد لله انا بقالي اكتر من سنه على اليوتيوب، عملت فيديوهات كتير قوي، وناس كتير قوي مبسوطه من المحتوى اللي انا بقدمه. كانت سنه مليانه بالفيديوهات والاحداث بالنسبه لي. انا فخور الصراحه باللي انا قدمته في خلال السنه دي، وان شاء الله دي البدايه واللي جاي احسن بكتير. طيب انا عامل الفيديو ده ليه؟ بصراحه عامله علشان ثلاث اسباب. اول حاجه، انا بشكر اي حد دعمني باي شكل من الاشكال، على الفيسبوك، على الانستجرام، على اليوتيوب، عمل شير او لايك، او حتى اتفرج على الفيديو بتاعي وشكرني. شكرا ليكم، وان شاء الله اوعدكم بالاحسن. تاني حاجه هقولها في الفيديو ده هو ريكاب للفيديوز اللي انا عملتها، او تلخيص لاحسن الحاجات اللي انا عملتها السنه دي على قناه اليوتيوب. اول سلسله كانت سلسله ازاي تصور افراح خطوه بخطوه، من امتع واحسن الفيديوهات اللي انا عملتها. اصلا ده مجالي، تصوير الافراح، فانا كنت بتكلم بثقه جدا، وكل المعلومات اللي انا قلتها في السلسله دي كانت فعلا من تجربتي الشخصيه. عملنا اكتر من فيديو عن تصوير الافراح، وكان فيه كمان اديت بحضور صديقي هشام اتش، وبقيت السلسله كلها، واخرهم كان الويدنج بوزز. صراحه السلسله كلها انا بحبها، ومن امتع الفيديوهات اللي انا عملتها الصراحه. غير كمان الفيدباك منكم كان جميل جدا ليها. وعلى فكره السلسله دي ما خلصتش، وهيكون فيها تكمله لاكتر من فيديو السنه دي، وانا هسيب لكم في الاي هنا كل الفيديوهات اللي انا هتكلم عليها دلوقتي. تاني فيديوهات معانا هي فيديوهات برنامج اللايت روم، من احسن البرامج اللي انا بحبها الصراحه. البرنامج فعلا بيخاطب بروفيشنال فوتوغرافرز، مش شرط انت تبقى مبتدئ يعني تشتغل عليه. بيديك كل الامكانيات اللي انت تقدر تطلع بيها صوره احترافيه اكتر من خلال الايديت بتاعه. ومن احسن الفيديوهات اللي عملتها لبرامج اللايت روم هو برنامج اللايت روم كله في نص ساعه، واللايت روم للموبايل. ولو انت ما شفتش الفيديوهات دي يا ريت تتفرج عليهم. تالت فيديوهات عندنا وهي نشره اخبار عالم التصوير. الصراحه النشره دي انا شايف لها مستقبل حلو قوي، مع انها مش احسن الفيديوهات اللي تقدر تقومني بيها القناه، خصوصا ان فيديوهاتها قليله جدا وكمان بتموت. يعني انت بعد شهر من نزول النشره دي انت مش هتتفرج عليها لان هي اخبار قديمه. لكن انا شايف ان هو ممكن في المستقبل يجي لي فيها سبونسر او حد يدعمني بيها بشكل قوي، فتبقى حلقات فعلا الناس مستنيها. لكن انا ان شاء الله مش هبطلها خالص، انا بحبها جدا. رابع فيديوهات عندنا هي بودكاست المصورين، اللي فعلا الناس كتير قوي زعلانه مني عشان بقتش اعملها، لكن ان شاء الله وعدكم السنه الجايه ان هيكون فيها بودكاست مع مصورين اكتر. واخر فيديوهات عندنا نقد صور المتابعين، اللي انا بحاول قد ما اقدر اعملها عشان اقرب اكتر للناس اللي بتتفرج عليا. ده هيفيدهم اكتر لما انت تبعتوا لي صوركم واقول لكم بخبرتي البسيطه ايه اللي كان الصح او ايه اللي كان احسن. اعتقد انت هتستفاد كده اكتر من ان انت كنت بتتفرج على فيديو ليا عادي. والحلقات دي ان شاء الله هتبقى شهريه اكيد باذن الله الفتره الجايه. ثالث حاجه هقولها وهي اخر حاجه، هي نصيحه لكل الناس اللي بتبدا بروجكت معين، او مهتمه بالتصوير، او عايزه حتى تخش اليوتيوب. لازم تسعى، لازم تشقى، لازم تقع وتقوم مره واتنين وتلاته لغايه لما توصل. وعلى فكره ده الطبيعي، انت مستحيل من اول مره هتوصل خبط لزق كده. هيمر عليك مشاكل وامور صعبه وايام فعلا هتحس ان انت فاشل. انا جه عليا ايام قررت ان اوقف الفيديوهات على قناه اليوتيوب، واصحابي القريبين مني جدا عارفين الموضوع ده، لان للاسف ما كنتش لاقي اي دعم، بتعب قوي في الفيديوهات، مفيش فيوز، الموضوع ما كانش احسن حاجه. لكن في الاخر شلت الموضوع من دماغي وقررت ان انا اكمل، وكل نيتي ان انا افيد الناس بغض النظر بقى عن الفيوز او اللايكس او الكلام ده كله. وفي الاخر اللي عايز الافاده هو اللي هيدور عليا، مش انا اللي هدور عليه. يعني في الاخر الناس هي اللي هتدور على المحتوى بتاعي، وده اللي همني في الاخر. انت عايز تستفاد، اتفضل، حاجه هي فري ومحتوى كويس. والدعم بتاعي اللي مخليني اكمل الفتره اللي فاتت، فكره ان يقابلك حد يسلم عليك، يتصور معاك، يقول لك مثلا ان انا بحب فيديوهاتك او حاجه زي كده، فكره ان حد يتفرج عليك على يوتيوب وهو مش مجبر ان هو يدعي لك في كومنت بس عشان هو عجبه المحتوى فدخل وكتب لك دعوه او كتب لك كلمه شكر، دي بالدنيا وما فيها على فكره. الحاجات دي بتبسط قوي يا جماعه، فاعملوها، مش شرط عندي، عند اي حد. فاحمد ربنا دايما على اللي انت بتوصل له، واسعى واجتهد عشان توصل لمرحله اكبر، وعلى قد سعيك وتعبك اكيد هتوصل وربنا هيكرمك. بس كده، اتمنى ان السنه دي اكون قدرت افيد
حتى لو شخص من الناس اللي بتفرج عليا، فأوعدكم ان السنة الجديدة دي هتكون دسمة اكتر بفيديوهات احسن. كل سنة وانتم طيبين، سلام.